انتهت الانتخابات 7/3، الساعة 5 اغلقت الصناديق، والان ما نشوف اي دور للناس، اي رأي تسأل، كلها مباحثات وحتى التصريحات. يعني احيانا ممكن انه شخص بعيد جدا عن ما يدور بالمفاوضات وممكن ان يقدم رأي سلبي جدا، وهو ما يعرف ان المفاوضات ممكن تجي جانات، واكو رأي متفائل. يعني ارجع واقول، اولا الحفاظ على التصريحات، يجب ان تكون اول قراراتهم الحفاظ على التصريحات، وثم ان يعدون برنامج، لان هذه التصريحات تخلق بلبلة حقيقية. حتى لو موجودة تحفظات خل تنحصر ضمن اطار التفاوض، لانه كل شيء ده يستثمر. الان احنا امام اعلام صاخب، اعلام معادي، اعلام غير مهني، مستعد ان يغازل ويغازل وهو يستهدفك. الان نلاحظ بكل تجربة التيار الصدري وكونه اكبر قاعدة شعبية يمتلك، ألد أعدائه اللي مستهدفين الآن مستعدين أن يغازلوه، مو حبا به، هو لإثارة الشقاق. وقد تجي جهة ثانية تغازل دولة القانون، وقد تجي جهة ثالثة. هذا الغزل كله لمجرد أنه أستفرد بجهة وبعدين أجل الجهة الثانية. الكل يتفي مركب واحد، علينا أن نتحمل مسؤولية مسيرة وسلامة هذا المركب. طيب أعود إلى الأستاذ شهيد الجابري. سيد الجابري، هل ستؤجل المسائل الخلافية إلى الجلسة الأولى من البرلمان أم ستحلحل هذه العقد؟ الأستاذ شهيد الجابري في بغداد. أخي، لابد للائتلافين من حسم أمورهم قبل الذهاب إلى جلسات البرلمان، لابد من تسمية هذه الكتلة الجديدة التي هي الكتلة الأكبر، لابد من تسمية رئيس لهذه الكتلة حتى نستطيع أن نتحدث ونتحاور مع الآخرين من الكتل ونقول لهم نحن الكتلة الأكبر، اسم هذه الكتلة الاسم الفلاني، رئيسها فلان، برنامجها هذا. أما إبقاء الأمور بهذا الشكل، إبقاء الأمور سائبة حتى يعقد البرلمان، أتصور هذا ليس من مصلحة الائتلافين. لابد من حسم هذه الأمور وحتى حسم موضوع رئيس الوزراء. لا يمكن لنا أن نذهب إلى البرلمان ونقول لهم نحن عندنا ثلاثة مرشحين أو اثنين. لابد أن يكون مرشح واحد يتفق عليه الطرفان، إما بالتراضي، بالتوافق، إما بالانتخاب، بأي آلية من الآليات. لابد أن نحسم موضوع رئيس الوزراء وأن نحسم موضوع الائتلاف قبل الذهاب إلى جلسات البرلمان. هذا هو منطق الأشياء. أما إذا لم يتوصل الطرفان إلى هذا الحل، أنا أعتقد أن هناك يعني مخاطر كبيرة، لا سيما كما ذكر الأخ أن هناك مؤامرات الآن تحاك على العراق وعلى العملية السياسية، وعلى الائتلافين أن يشعر بالوضع الحرج الذي تمر به العملية السياسية، أن يشعر بالمسؤولية وأن يحسم الأمور قبل الذهاب إلى جلسات البرلمان. طيب أستاذ الجابري، عندما تقول لابد أن تحسم مسألة تسمية رئيس الكتلة وتسمية رئيس الوزراء، كيف يعني هذه لابد، كيف يجب أن تفعل؟ الكل يدعو إلى تسمية رئيس الكتلة وتسمية الكتلة وتسمية رئيس الوزراء والاتفاق على شخصية مقبولة من قبل الائتلافين، كيف يجب تفعيل هذه الآليات للوصول إلى تسمية رئيس الوزراء يتفق عليه كل الأطراف؟ أعتقد أن تسمية رئيس الكتلة وتسمية الكتلة أمر بسيط وسهل، يمكن التواصل إليه خلال يومين أو ثلاثة أيام. العقدة الآن هي رئاسة الوزراء، العقدة الآن هي رئيس الوزراء. أعتقد أن يعني لابد للجميع أن يتنازلوا، لابد للجميع أن يضعوا مصلحة العراق ومصلحة الوطن هي فوق كل الاعتبارات، ويتفقوا على رئيس الوزراء، وهم متفقون على أمور كثيرة. يعني هم هناك مشتركات كبيرة بينهما، هناك يعني فترة من الزمن طويلة كانوا في المعارضة، وهم بنية العملية السياسية على أكتافهم. يعني كثير من الكتل الموجودة في الائتلافين هم أساس العملية السياسية منذ بدايتها. لابد أن يتفقوا، لابد أن يحسموا هذا الأمر. طيب، وإلا نعم. أنتقل إلى سماحة الشيخ طلال السعدي. سماحة الشيخ، لماذا لا يتم التجاوز على الخلافات والاختلاف في وجهات النظر والاتفاق على شخصية وتسميتك رئيس للوزراء لهذا التحالف الجديد، باعتبار أن هي الظاهر أنها هي العقدة الأكبر التي لم تحل لحد الآن؟ هي العقدة الأكبر هي كما تفضلت، ولكن المسألة إذا اتفقوا هي المسألة محلولة، ولكن العقبة الكبيرة والأساسية
هو شخص رئيس الوزراء. عندما نقول يجب أن نتنازل وكما تكلم الأخ شهيد الجابري ونحن كلنا مع هذا الكلام وهذا التوجه أنه يجب أن يتنازلوا، نحن يجب علينا أن نراجع التاريخ ويجب أن نأخذ من قادتنا وما نصبح كمسلمين، نحن كمسلمين ونتبع خط أهل البيت سلام الله عليهم، يجب أن نأخذ العبرة من أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين كلنا نعلم أنه كان الخليفة بالناس، ولكن عندما آلت الخلافة إلى غيره لم يكن أمير المؤمنين شاهرا سيفه، بالعكس وقف إلى جانب من تصدى للأمر من أجل الحفاظ على بيضة الإسلام، وضع عينه على بيضة الإسلام. ونحن كتيار صدري، وعندما نتكلم كتيار صدري والتيار الصدري جزء من الائتلاف الوطني، نحن قد سبقنا الكل ولنا تجربة أو لنا طفرة نوعية نصح التعبير. عندما كانت الوزارات شكلت وادعوا أن الوزارات قد عينت لأشخاص لم يكونوا أهلا لقيادة البلاد، جاء الأمر من سماحة السيد القائد مقتدى الصدر، سحبوا 6 وزارات، قال تفضلوا هذه الوزارات وأنتم عليكم أن تختاروا من هم تكنقراط. ولكن يا أخي ما الذي حصل؟ حصل العراك والحراك والتحارب على الكعكة الصدرية التي تركت. المسألة ليست كما أقول، نحن سبقنا الكل والآن نحن نبدي توجهاتنا لأن نبني بلد. إذا كان زيد أو عمر من الناس، إذا كان هناك له حس وطني وهناك له عين على الوطن، يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار ليس من أجل أن يكون رئيس الوزراء، وإنما رئيس الوزراء ليس بالغاية وإنما تتخذ كوسيلة، وهذا ما أكدت عليه المرجعية. لكن الذي يحصل الآن من كبار السياسة والذين يذهبون إلى المرجعية، نحن نطالب الآن المرجعية أن تحدد موقفها. المرجعية أسمى وأعلى شأنا مما يصرح المسؤولون. أنتم سمعتم قبل 2 أو 3 فلان رئيس الكتلة الفلانية قد ذهب إلى النجف الأشرف وقابل السيد علي السيستاني، ورئيس الكتلة الفلانية قد ذهب وقابل السيد علي السيستاني، ولكن التصريحات التي خرجت وتكون هذه التصريحات تبعيتها على المرجعية. أنا باعتقادي المرجعية أسمى وأعلى شأنا، لا تنظر إلى طائفة دون طائفة أخرى أو إلى جهة أو جهة أخرى، تنظر إلى العراق كعراقيين كل باختلاف مذاهبهم.